شفتي؟ الحمد لله على سلامتك، وحشتني موت. كنت هتجنن من غيرك يا ودني. تتجنن؟ مامتك دي ربت لنا الخفيف، انت عارف لو سافرت تاني وسبتها انت حر بقى. لا كنت وحشني قوي. وانت كمان يا ماما، كلكم كنتوا وحشيني. يا خراب، اوعى تسافر تاني. لو سافرت انا هسافر معاك، شيل لك الشنطه، اعمل لك اي حاجه، ماليش دعوه. يا سلام، ومين هيسيبك تسافر؟ انا لعبت 5 مباريات كسبتها كلها لغايه ما وصلت للماتش النهائي. اللعيب بقى اللي نزل قصادي يا جدو كان اطول واعرض مني بكتير، كانوا بيسموها الايه الوحش، عشان عمره ما اتغلب في ماتش. بس انا بقى مع مين يعني؟ انا عملت زي ما ماما قالت لي بالظبط، وقريت سوره ياسين وركزت في الماتش. الحمد لله وكسبت الماتش. طبعا يا جدو، ساعتها ما كانش حد مصدق خالص يا ماما، وساعتها بقى البعثه المصريه عملت لي حفله تكريم بالليل. اصل دي كانت تاني ميداليه ذهب اخدها، ورئيس البعثه قال لي ان ميدالياتي دي كانت وش خير على المنتخب المصري كله، عشان ده خلاهم يتحفزوا ان هم ياخدوا ميداليات تانية كتير. ما شاء الله، الف مبروك. ده مش كده وبس يا ماما، ده انا كل الجرايد والمجلات كتبت عني ونشرت صورتي هناك، وقال ايه سموني ناشئ قناه المعجزه. طيب مبروك يا سي معجزه. الله يبارك فيك. دي واحده بقى. ايه رايح فين؟ انا بقى جبت لكم شويه هدايا كده ليكم كله. ده بتاعك انت يا طنط صالح. ميرسي يا حبيبي. وده بتاعك انت يا فرح. جدو بقى جدو. وده بتاعك انت بقى يا ماما. يا حبيب قلبي، انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ لا يا ماما، اصل انا مولت الكيش، اصل رئيس البعثه المصريه صرف لي 500 دولار مكافاه عشان انا خدت ميداليتين ذهب. انا بقى ما رضيتش اقول لك في التليفون عشان تبقى مفاجاه. واول ما خدت الفلوس يا ماما رحت على اكبر مول هناك عشان اجيب لكم الحاجات دي، بس بقى قرار المقاسات تطلع مظبوطه وزي يعجبكم. يا حبيبي كفايه ان انت افتكرتنا، مش مهم المقاسات، انا مثلا بلبس لارج، لو انت جبت لي حاجه اكس اكس لارج هلبسها برده ان شاء الله، بقى فيها زي الكشك عشان تبقى يا حبيبي. بس كل ده ما كانش ليه لزوم ابدا. بس يا ماما بقى ما تقوليش الكلام ده وتزعليني منك يا ماما. هو انا عندي اغلى منكم؟ يا حبيب قلبي ماما جو، روحي انت. انا قايمه عشان يا دوب الحق الدرس. مش تشوفي الحاجه اللي اخوكي جايبها لك؟ معلش بعدين، يا دوب الحق اغير هدومي. مبروك يا تامر. ميرسي يا فرح. لو هتغيري بسرعه يلا عشان اخدك في طريقي وانا نازله. انت رايحه فين؟ انت هتتغدي معانا؟ انا عامله الاكل كله اللي بيحبه حبيبي ده. هي فرح ما عجبهاش اللبس اللي انا جبته لها؟ لا هي ما شافتوش، دي رجعت تعبانه ونامت على طول، بس انا متاكده ان هو هيعجبها قوي. انا عايزه اقول لك ان البيت كان يقرف من غيرك، كنت هموت. وانت كمان يا ماما كنت وحشاني قوي. يا حبيب قلبي بجد ربنا يخليك ليا. وانت كمان يا نور عيني خليك ليا. معقوله تجيب هدايا لكل البيت وتنسى نفسك؟ ماما انا كنت حالف ان اول فلوس هكسبها في حياتي لازم اجيب لك انت وجد وفرح بيها هدايا. انا بقى كنت فاكره ان انا مش هكسب فلوس غير لما اشتغل واتخرج، بس اول ما لقيت الفلوس في ايدي نسيت نفسي وقلت لازم اجيب لكم هدايا. حبيب قلبي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وانت كمان يا ماما ربنا يخليك ليا. انا عايز بس اطلب طلب قد كده. عينيا انت تؤمر. انت بصراحه يا ماما لما جيتي لي النادي وقلت لي يا توتا قدام صحابي كلهم قعدوا يتريقوا عليا. يا سلام، مش عايزني اقول لك يا توتا؟ حاضر يا توتا، مش هقول لك يا توتا. حاضر مش هقول لك. ها ارتحتي يا بابا؟ ده انا كنت حاسه ان قلبي ده مخلوع مني. لا ما انت لازم تتعودي على كده من هنا ورايح. ابنك بقى بطل للجمهوريه ولسه قدامه بطولات كتيره وسفريات كتير. لا انا متهيألي مش هقدر استحمل سفريات تاني. الو؟ ايوه ايوه فندم. بكره الساعه كام؟ حاضر حاضر، مع السلامه. خير يا فاتن. ده معد برنامج مساء الخير يا مصر، عايز يعمل انترفيو على الهوا لتموره بكره. مشاهدينا الكرام، بنتوقف معكم في هذه الفقره مع موهبه رياضيه شابه حققت انجاز في مجال لعبه الكاراتيه. هذه الموهبه هو بطل رياضي شاب، بيسعدنا انه يكون معنا النهارده في الاستوديو البطل تامر سالم. بنرحب بيك معنا تامر. اهلا بيك، متشكرة. تامر، يا ريت في البدايه تحكي للساده المشاهدين عن رحلتك مع الكاراتيه، وخصوصا ان احنا عارفين انك مارست الكاراتيه من فتره قصيره حوالي سنه وكم شهر، فهل يعني فتره قصيره زي دي بتقدر تصنع فعلا بطل في لعبه زي دي؟ والله هو التمرين المتواصل والتدريبات والاحتكاك المستمر ممكن يصنع بطل في كل لعبه. والفضل في ده والله يرجع للكابتن بتاعك، الكابتن الكبير قوي محمد الاصيلي،
هو اللي خلاني اوصل للمستوى اللي انا فيه دلوقتي وساعدني بتدريبات متكثفه ان انا احقق بطولات كبيره. تامر، يمكن الكاراتيه كلعبه من لعبات الدفاع عن النفس، وهي طبعا رياضه عنيفه الى حد ما. هل انت اضطريت تستخدم هذه الرياضه في احد المواقف اللي واجهتك؟ لا، والحمد لله لغايه دلوقتي لا، بس يعني اي رياضه بتدي ثقه في النفس وهدوء اعصاب، وانا الحمد لله لغايه دلوقتي ما عملتش اي موقف يخليني استخدم الكاراتيه في حياتي الخاصه. تامر، احنا عارفين انك انت متفوق جدا في دراستك، فازاي قدرت توفق بين دراستك وبين ممارستك للعبه الكاراتيه وسفرك بره؟ هو الفضل بدا يرجع لوالدتي، هي بصراحه اللي بتنظم لي وقتي ما بين الكاراتيه والتدريبات والسفر والمذاكره يعني. طب لو انا طلبت منك تشرب حاجه يا جدو؟ هو ده يا بنتي وقت اكل ولا شرب؟ نصيحه لكل شباب، خلاص انا اخش اعمل لنفسي قهوه احسن، عندي صداع هيفرتك دماغي. رائع، نجح بين الجمع بين التفوق الدراسي والتفوق الرياضي. هو انا بنصح كل شاب ان هو يتعلم رياضه، لان الرياضه بتدي ثقه في النفس وصحه في نفس الوقت، واحنا كلنا عارفين يعني ان العقل السليم في الجسم السليم. احنا يا تامر دلوقتي معانا تليفون من سياده وزير الشباب. اهلا بحضرتك يا فندم، معانا في برنامج مساء الخير. اهلا بيكم، وأنا من خلال برنامجكم بنقل تحياتي وإعجابي لكل بطل رياضي مصري رفع اسم بلاده، وبهني بعثة الكاراتيه المصرية اللي لسه راجعة من الأردن بإنجازاتها الكبيرة، وبرسل تهنئة خاصة للناشئ البطل تامر سالم. شكرا يا سيادة الوزير. وأنا في الحقيقة عاوز أقول إن طريق الرياضة المصرية للعالمية يبدأ بالاهتمام باللعبات الفردية. تم البدء في مشروع إعداد البطل الأولمبي لدورة 2008، وحيتم كمان البدء في المشروع القومي للناشئين اللي خصص له مبلغ 5 مليون جنيه، وخلاله حيتم اختبار 670 لاعب موهوب على مستوى الأندية ومراكز الشباب لضمهم للاتحادات الرياضية وإعدادهم للبطولات الدولية خلال عامين. دي أخبار عظيمة جدا يا سيادة الوزير، ويمكن دي خطوة مهمة جدا في طريق اكتشاف النجوم وأبطال كل الألعاب والرياضات. بس الحقيقة إن الخطة الضخمة دي محتاجة لمصادر تمويل ذاتي، لأن طموحاتنا تفوق إمكانياتنا، ومن هنا بتيجي ضرورة البحث عن رعاة للأبطال والبطولات من الشركات الكبيرة ورجال الأعمال للمساهمة في خلق جيل رياضي يحمل اسم مصر. احنا في نهاية هذا اللقاء الحقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر سلوى. أمرك يا دكتور خالد. ابعتيه للأستاذ نظمي مدير العلاقات العامة. نسبة حصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الشرق الأوسط الدولية للكاراتيه، مزيد من التوفيق إن شاء الله والنجاح يا تامر، مزيد من الميداليات الذهبية، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة. كريم بيه على التليفون. شكرا ليك يا تامر. طب حاولوهولي. ندعوك الآن لفقرة خارجية وهي فقرة علمية. أهلا كريم بيه. من إعداد وإخراج. لا طبعا ما تنسيش الاجتماع. أنا عندي محاضرة هخلصها وأفوت عليكم. مسافة السكة وأكون عندكم. أنا فخورة بيك جدا يا حبيب قلبي. ربنا يحميك يا رب. أنا عاوزك تجيب لي معلومات كاملة عن الولد اللي اسمه تامر ده. عاوز أعرف كل حاجة عنه. سنه إيه بالظبط؟ اسم مدرسته ايه؟ حالته الاجتماعية؟ ابوه وامه بيشتغلوا ايه؟ يعني كلها حاجات معلومات من النوع ده. تحت امرك يا فندم. ثانية. الو. ايوه اصيلي باشا، انا سعيد جدا ان احنا هنشتغل مع بعض. ايوه، بس طبعا حضرتك عارف يعني المبدأ اللي انا ماشي عليه، على قد ما انا هنفذ كل حاجة بتوقع ان اللي قدامي لازم برضه لازم نشتغل كله. تمام، على بركة الله. على فكرة أنا عاوز المعلومات دي تجيلي من أسرع ما يمكن. تحت أمرك يا دكتور. سلام. مع السلامة. مبروك يا فاتن، ما تصوريش فرحتي قد إيه النهاردة وأنا شايف مصر كلها بتشوف ابنك وبتسمعه. أنا كمان يا بابا كنت فرحانة قوي، بس الصراحة لما سمعت تامر وهو بيتكلم
والأسئلة اللي بيرد عليها وثقته في نفسه وأسلوبه في الكلام أنا خفت عليه. لا ما تخافيش، ده نتيجة ثقته بنفسه. وما تنسيش كمان احتكاكه بزمايله في النادي والبطولات اللي هو بياخدها والسفريات والجرايد اللي بتكتب عنه، كل ده كان لازم يتغير. تعرف يا فاتن، تامر قال لي انه بيتفرج على نجوم السينما في التلفزيون ونجوم الرياضة وهما بيتكلموا وبيحاول يتعلم منهم، وهي النتيجة بانت. معقولة يا بابا؟ ما تستغربيش، تامر بيكبر واحساسه بذاته بيكبر، ومن يوم ما خد البطوله وهو بيتعامل معانا في البيت كراجل. عشان كده انا عاوزك تنمي الاحساس ده عنده وما توقفيش ضده. انا عمري ما وقفت ضد مصلحه ولادي. طبعا يا بنتي ما انا عارف. طب انا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. يعني ما تخافيش عليه من نجاحه وشهرته. ده غصب عني يا بابا، في ناس بتبقى قد الشهره والنجاح وفي ناس الشهرة بتحطمهم. هتفضلي قاعدة سرحانة كده على طول؟ المفروض يوم زي النهاردة ده تيجي مزقططة وفرحانة. والله ما انا عارفة افرح ولا ازعل ولا خاف ولا اجيب لوح تلج احطه على قلبي عشان ما يوجعنيش كده. ايه ده ايه ده؟ ليه ده كله يعني؟ عشان ايه؟ كل حاجه بتتغير حواليا بسرعه جدا. تامر يا ستي سابق سنه، كل شويه يقول لي انا بقيت راجل انا بقيت راجل. ايه ده؟ المفروض دي حاجه تبسط مش تخوف. يا بنتي لازم يعيش سنه زي بقيه زمايله، ما هو هيكبر هيكبر، مستعجل على ايه؟ وبعدين بصراحه انا خايفه عليه من الجرايد والشهره والناس اللي بتعامله معرفش باحترام عشان هو بطل، وبلاوي كده انا مش فاهمه اعمل ايه. لا حول الله يا ربي، ابنك بقى نجم رياضي. يخرب عقلك، انت بتخافي تفرحي؟ عيني بخاف افرح تصدقي، وفرح كمان حاسه كده انها بقت سر يعني عليا. مش عاوزه تقولي ولا ايه؟ طلبات العيال كترت قوي، وفرح هانم دي مش عاجبها حاجه، رحت اشتريت لها تيار، قالت لي لا انا لازم انقيه من اغلى محل. يا ستي انا جبته لك على قدي على قد فلوسي. لا هي كده مزودها قوي، لازم تحس بظروف امها. ده غير مذاكرتها ودروسها الخصوصيه وكارت الموبايل بيخلص كل ساعتين مش كل يومين. بصي الكتب ودروس الخصوصيه دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها طبعا، انما بقيه الحاجات لازم بقى فيها واقفه. وتامر افندي اللي عايز يروح لي كل يوم التدريب بتريننج جديد وعايز مصروف لايده، وخصوصا اتحاد اللعبه ده ما بيدفعش حاجه خالص. لا مفر يا فاتن من مكتب هندسي بعد الظهر، هو ده اللي هيحل لك كل مشاكلك زي ما سبق وقلت لك قبل كده. واولادي مين اللي هيراعيهم؟ مين اللي هياخد باله منهم؟ وابويا اللي قاعد في البيت ده هو مين اللي هياخد باله منه؟ انا لازم ابقى البونديره اللي بتعمل المصاريف وبتصرف على طول؟ انا مش عاوز اعيد الكلام اللي بقوله لك دايما عشان ما بقاش ممله. يا وصال خليني احس اني بكلم نفسي في المرايه، مش كل ما اكلمك تقولي لي تاخدي فلوس. واحده بظروفي هتودي الفلوس فين يا ستي؟ ربنا يسعدك بفلوسك ويزودها لك يا رب، بس الولاد مش كل طلب يطلبوه يلاقوه قدامهم، لازم يتعبوا في الفلوس. خلاص انت حر، احنا كنا ناسيين. ناسيين مين؟ سلامة. مش انتوا داخلين معاه شركة انت وولادك بفلوسكو، وبقالكو سنة ما تحسبتوش وما خدتوش منه ولا ابيض ولا اسود؟ بس هو كل ما يجي لنا بيجي بشوية وشويات معانا. يعني ايه؟ هو انت هتاخدي ارباحك السنوية جاتوهات وتورتات وهدايا ولا ايه؟ يا حبيبتي الفلوس دي اكيد هتفرق معاكي جدا. تصوري انك انت معاكي حق، اهو ربنا فرجها هروح له. طب بعد اذنكم. انا مش عارفه ايه اللي عاجبه في البيت دي عشان هي بس تقلقانه عليه. ما انتوا عارفين شريف الممنوع عنده مرغوب. مساء الخير. اهلا. انت دايما مشغوله بالمحاضرات والمذاكره، حتى بين المحاضرات بتذاكري في الكافيتيريا. امال تفتكر حضرتك انا جاي الكليه ليه؟ حضرتي انت بتعملين رسمي قوي كده ليه؟ احنا كلنا زملاء في كليه واحده. لا ما احناش زملاء ولا حاجه، حضرتك في بكالوريوس، يعني لا احنا في سنه واحده ولا احنا حتى اصدقاء. خلاص اصدقاء. هي الصداقه بالعافيه. ايه رايك لو عازمك على الغدا في اي اوتيل ونقعد نتكلم على راحتنا؟ انا اصلا عندي ليك كلام كتير قوي عايز اقوله لك. حضرتك هتقوم ولا اقوم انا؟ انت عصبيه قوي كده ليه؟ احنا في جامعه مش في مدرسه، قبل النظره مش واقفه لنا بالعصايه لما اشوف بنت تكلم ولد. استني استني بس. هي يا فرح انت رايحه فين؟ الكافيتيريا بقى دمها تقيل قوي النهارده. هو شريف لسه بيرزل عليكي ولا ايه؟ فاكر نفسه روميو
اي واحده هيشاور لها هتطلع تجري وراه. معذور يا بنتي، ما هو راكب عربيه تمنها قد كده، وابوه عنده 3 مصانع وملوش وريث غيره، يعني حيله وعريس لقطه. عريس لقطه ده عيل. ايوه بس راي بنات تانية كتير غير كده، دول يتمنوا ضفر. والله هم حرين بقى في رايهم يشبعوا بيه. عن اذنك. احنا سبق وقلنا لك فرح دي بالذات ملهاش في الافلام بتاعتك. بكره تشوف. انا بقى شخصيا اتمنى لو واحد زي الشيف ده يعجب بيا، ويبقى فيها خطوبه وجواز على الاقل، يعني ممكن كمان ينتج لي فيلم سينمائي ابقى انا البطله بتاعته. عارفه يا مشيره، انا بقى سي الشريف بتاعكو ده ما يخشش ذمتي ببصله، عارفه البصله؟ لا هو ولا غيره. امال بقى اللي يدخل ذمه حضرتك يبقى ايه؟ فوق ال40؟ بقول لك يا ظريفه، انا ورايا محاضره مهمه ولازم الحقها. باي. استني بس، انا مضطره امشي دلوقتي علشان في شركه انتاج سينمائي عامله اعلان وانا هروح اقدم فيه. بقول لك ايه، ما تنسيش فرجع الاعلان بتاعي ده، هيبتدي اذاعته من النهارده. يعني ايه مش عايز يدفع حق البضاعه اللي اخدها؟ يا استاذ سلامه، انا قلت لحضرتك قبل كده ما نديش بضاعه لحد غير لما ناخد منه شيكات او كمبيالات بحقنا، وهو بيقول لك هيسدد لما يكون معاه، يعني موت يا حمار. هو ايه، مفيش كلمه شرف؟ التجاره طول عمرها كلمه. ده كان زمان يا استاذ، كان زمان. وانا قلت لحضرتك كون ان احنا ندي بضاعتنا للشركات من غير ما ناخد منهم حتى كمبياله ده شغل مش مظبوط يا استاذ. السوق مليان شركات كبيره بتاع ورق كرتون بتحاربنا عشان ما نبقاش زيهم. وللاسف احنا راس مالنا على قده، وكل ما بنتعاد مع حد على بضاعه نوردها له يرجعها لنا، لان الشركات المنافسه بتدي له بسعر اقل، وبكده البضاعه بتفضل عندنا في المخازن لغايه ما تبوظ. والعمل عم مختار، لا حول ولا قوه الا بالله، ده احنا من يوم ما فتحنا وصرفنا يجي نص راس المال وما حققناش اي ربح. ده غير ان احنا محتاجين خامات، ومورد الخامات راسه ألف سيف، ما يورد لناش اي خامات جديده غير لما ياخد فلوس الخامات اللي وردها لنا الشهرين اللي فاتوا. هو احنا عندنا سيوله قد ايه في الخزنه؟ والله ما انا عارف يا عم مختار، يجي 5000 جنيه بالكتير. يعني ايه؟ الشغل هيقف ونرجع ندفع للعمال تاني مرتباتهم وهم نايمين في بيوتهم؟ انا هروح اقابل العملاء اللي هنا عندهم فلوس ومش عايزين يدفعوها لغايه دلوقتي. طنط فاتن؟ ازيك يا سلامه؟ اهلا يا طنط، اهلا وسهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا بس جيت امسي عليك. يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا طنط، اتفضلي يا الف خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بعد اذنك. اتفضلي يا عم مختار، اتفضلي يا طنط، اتفضلي هنا، ده الشركه شركتي. لا 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 لا، انت اللي تقعد هنا، انا بس ربنا يخليك. طب اتفضلي اتفضلي. ترى ازاي يا عم فخري وفرح وتامر؟ كويسين قوي الحمد لله بخير. الحمد لله. معلش طبعا المكان مش على قد، بس ان شاء الله باذن الله بكره المكان هيكبر وهتبقى اكبر شركه في مصر. انا متاكده بنفسك. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ لا لا ولا حاجه، انا قلت بس اجي امسي عليك واشوفك لانك وحشتني. يا اهلا وسهلا. انا والله كنت بفكر اجي لحضرتك بنفسي، بس قلت يعني اخليها لاخر الاسبوع، اكون حضرت لحضرتك كشف بحساب الشغل كله وكل الارباح بتاعتكم. ده الحمد لله الشغل ماشي كويس جدا، وكمان الارباح بتزيد. اتفضلي يا طنط. معلش طبعا المبلغ بسيط انا عارف، بس باذن الله الشغل بكره هيزيد والارباح كمان هتزيد. انا مش جايه عشان اخد فلوس ولا احاسبك ولا اي حاجه، انا بس جايه اطمن عليك. ما تقوليش كده يا طنط، ده حقكم، فلوسكم ارباحكم. خليها معاك. معلش يا طنط، عشان خاطري. علشان خاطري انا، انا بس جايه امسي عليك. سلامه، انا فخوره بيك جدا. شكري صبحون جميل.
وبعدين يا فاتن هتعملي ايه؟ كل البيبان عمالة تتقفل في وشك، حتى البيبان اللي ما كنتيش عايزة تخبطي عليها. هتعملي ايه الأيام اللي جاية؟ هتقولي ايه للولاد؟ هتعملي لهم ايه لما يطلبوا منك حاجة ما انتيش قادرة تجيبيها لهم؟ على فكرة يا تامر، انت كنت هايل قوي النهاردة. برافو عليك، انت فعلا بطل بصحيح. ايه رأيك يا تامر لو نعزمك على حاجة تشربها؟ لا يا جماعة معلش، شكرا، استنى مامتي زمانها جاية. طب اوكي النهاردة بلاش، بس المرة الجاية بقى مش هيبقى لك حاجة. مساء الخير يا مدام فاتن. حضرتك والدة تامر سالم مش كده؟ ايوه. اهلا بحضرتك. في الحقيقة ده كارت دكتور خالد العشري رجل الاعمال المعروف. في رقم الموبايل الخاص بيه، ويا ريت حضرتك تبقي تكلميه عشان عايز حضرتك ضروري. بخصوص ايه يعني؟ يا فندم بخصوص تامر ابن حضرتك. انا مش فاهمة أي حاجة. لا ما هو حضرتك لما تقابلي دكتور خالد بقى هتعرفي كل حاجة. عن إذن حضرتك، ميرسي أوي. هو في حاجة مو ولا إيه؟ أنتِ إزاي ما سمعتيش عن خالد العشري قبل كده؟ ده صوره مالية الجرايد والمجلات. ده يا ستي رجل اعمال كبير جدا واستاذ زاير في جامعه حلوان، ده غير انه متخصص في الاتصالات وراجل محترم، وانا لو منك اروح له فورا. ما جبتش سيرته لبابا والتامر لحد دلوقتي لحد لما اعرف هو عايز مني ايه. احنا خلصنا دهان اوض النوم كلها والطرقات وعملنا كل اللي حضرتك عاوزاه، بس انا الشغل امبارح ده مش عاجبني، ده يتعاد تاني. الله، ازاي يا ست هاني؟ ده احنا عملنا كل اللي حضرتك قلت عليه، ولما خلص كان عاجبك قوي. لما خلص كان عاجبني، بس بعد التشطيب النهائي مش عاجبني. انتوا هتدفعوا حاجه من جيبكم؟ احنا تحت امر سعادتك هندهنها ونغير اللون، بس ادينا شويه فلوس عشان العمال والمون والحاجات. انتوا لسه امبارح واخدين مني فلوس، واحنا اسطوات متفقين ان الفلوس هتبقى على دفعات، واخر دفعه عند التسليم. انتوا اتاخرتوا في التسليم، وكويس قوي اني ما طلبتكوش بغرامه. يا ست هانم، الشغل ده المفروض ان احنا خلصناه من شهر فات، لكن كل يوم حضرتك بتغيري رايك. انا اللي بغير رايي فيه بدفع ثمنه، ولا انا ظلماكوا؟ امرك يا هانم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اصلي بصراحه اللي بتفق عليه امبارح بغيره النهارده، واللي بتفق عليه النهارده بغيره بكره. كل الالوان فتحوا ده غمقوا ده، انا صعبانين عليا قوي. انت جننتيني، انت بتعملي كده ليه؟ البيت مش محتاج لاي حاجه، البيت جميل جدا. يعني ملل، بقيت لوحدي محتاجة يعني غير، أو يمكن مش ملل يمكن أمل. أهلا أهلا مدام فاتن. أهلا بيك، نورت المكان، اتفضلي. شكرا أوي. تشربي إيه حضرتك؟ أنا قهوتي مظبوط. قهوة مظبوط مع النسكافيه بتاعي سوا. أمرك يا دكتور. خير يا دكتور؟ خير إن شاء الله. أولا أنا بحيي أمة مصرية عظيمة. شكرا أوي. وبعدين لازم اقول لك كمان ان انا جمعت معلومات كتيره عنك بعد اهتمامي بموضوع تامر، وما استغربتش لما اكتشفت ان ام بطلنا الصغير هي نفسها الموظفه الشريفه اللي رفضت رشوه كبيره رغم دخلك المحدود. انا سعيده جدا اني بسمع من حضرتك الكلام ده. الحقيقه انا عندي اعمال كتير واشتغل فيها موظفين كتير، بنتج وبصنع وبدفع الضرائب العليا للحكومة، وفي لحظة لقيت إن كل ده مش كفاية. أمال إيه؟ إيه اللي كفاية يعني؟ شكراً. أنا هقول لحضرتك إيه اللي مش كفاية، بس الأول لازم تعرفي إن مصر زمان طلعت أبطال رياضيين على مستوى العالم، زي صالح سليم مثلا مايسترو الكرة المصرية، ولا عبد اللطيف أبو هيف سباح القرن، خضر التوني في رفع الأثقال. لكن بعد ما الأوضاع الاقتصادية اتغيرت قل اهتمام المدارس بالألعاب الرياضية، وعليه تراجع دور مصر العالمي إن هو يطلع أبطال رياضيين تانيين، وخصوصا في الألعاب الفردية. بس دي مش مهمة الحكومة بس، في جميع بلاد العالم حتى الأكثر ثراء وتقدم في مجموعات خاصة، مؤسسات، وفي رجال أعمال كل مهمتهم إنهم يدعموا
ويصونهم الأبطال والمواهب الرياضية وبيرعوها لغاية لما يخلقوا منهم أبطال على مستوى العالم. ده كلام جميل جدا، وياريت كل الناس اللي في موقعك أو اللي زيك يفكروا زيك كده. والحقيقة بصراحة أنا عاوز أتبنى تامر رياضيا، ومش تامر بس، أنا عاوز أتبنى مجموعة كبيرة من المواهب، عاوز أخلق جيل جديد رياضي على مستوى العالم. أيوة بس أنا مش فاهمة، يعني حضرتك عايز تتبنى تامر رياضيا إزاي يعني؟ هقولك، يعني أنا هجيب له أحسن مدربين الكاراتيه اللي موجودين، وهيمشي على برنامج تدريبي على أساس علمي، وطبعا كل المصاريف دي على حساب المجموعة، ولو احتاج الأمر إنه يسافر بعثة برا أنا مش هتأخر. حضرتك فاجئتني بالحكاية دي ومش عارفة أقولك إيه. أظن ده عرض ما يحتملش الرفض. أيوة بس أنا محتاج أخد رأي تامر، وأنا كمان أفكر شوية. يا مدام فاتن، ابنك موهبة رياضية عظيمة، وأنا قدامي تقارير هنا بتقول إن لو تم رعاية تامر هيبقى من أهم أبطال الكاراتيه في العالم. وبعدين المؤشرات بانت أهي في بطولة البحر الأبيض المتوسط، تامر رجع لنا ميداليتين ذهب، وأنا الحقيقة عاوزه يستعد من دلوقتي ويتمرن بكثافة عشان يشترك في بطولة العالم الناشئين اللي هتقام في اليونان. أنا فخورة جدا بوطنيتك وسعيدة باهتمامك بتامر وبشكرك عليه، يا ريت كل الناس زيك. أظن بقى إن وطنيتك مش أقل من وطنيتي. بس برضه هحتاج لوقت أفكر فيه بعد إذنك وهرد عليك. خلاص يا فندم، وأنا هحترم أي قرار حضرتك هتاخديه، لأني عارف في النهاية هتختاري مصلحة تامر ومصلحة بلدنا. معقولة يا ماما؟ معقولة؟ ده خبر هايل. موافق يعني؟ طبعا موافق. هو ده عرض حد يقوله لا؟ اصل يا ماما النظام ده بيتطبق في اوروبا، وده اللي بيخلق جيل جديد من الابطال الشباب، وكويس ان احنا عندنا حد بيفكر بالطريقه دي واخترنا انا. ايه رايك يا بابا؟ ودي عاوزه راي يا بنتي، دي الحكايه جت في وقتها كان ربنا مرتبها لك، لكن الراي اولا واخيرا لك انت. يعني معقوله يا ماما ترفضي عرض زي ده؟ بصراحة أنا لسه ما قلتش ولا أول ولا لأ. أنا مش عايزاك تستعجل، عايزاك تفكر شوية عشان الكلام ده ما يشغلكش عن المذاكرة. لا يا ماما، والله أوعدك يا ماما إن أنا هوفق ما بين التدريب وما بين المذاكرة، ده حتى كمان الدكتور خالد ممكن يجيب لي مدرسين في كل المواد وما أروحش المدرسة كمان. نعم؟ لا يا ماما مش قصدي يعني إن أنا مش لا ولا تقصد. عموما يعني لسه عندي وقت، الدنيا ما طرتش. لا يا ماما مش عايزين نتأخر على دكتور خالد في الرد، أنا من زمان قوي من زمان نفسي اشترك في بطولة العالم للشباب في الكاراتيه، ده ماما كان حلم حياتي. الفرصة جت لحد عندك، عاوزين بقى ميدالية دهب. ايه ده؟ ايه اللي جاب هدوم اختك هنا اللي انت جايبها لها من الاردن؟ لا يا ماما دي هي جابتها وقالت لي ان هي مش عايزاها. عادي يا ماما انا مش زعلان، يمكن يكون ذوقي مش عاجبها ولا حاجة، مش مشكلة. هي قالت لك كده؟ انت يا بنت قلة الادب وصلت للدرجة دي؟ انت ما عندكيش رحله دم. وهو ده موضوع محتاج تساليني فيه؟ المساله مش محتاجه تفكير، الراجل ده ظهر في الوقت المناسب، وكفايه عليك انت بقى طلبات فرح. انا بس حبيت اعرف انا اخدت القرار السليم ولا لا، يعني التحمس بتاعك انت وتامر وبابا بصراحه ما عنديش فرصه ارفض. بس انت شكلك قلقان ولا انا غلطان؟ انا قلقان على تامر، لو فتحت عليه الابواب دي كلها هيبقى قدها ولا لا؟ وانت روحتي فين؟ انت امه تقدري تتحكمي في كل تصرفاته، الشيء اللي يضره ابعدي عنه. تفتكري ساعتها هقدر؟ طبعا تقدري، تامر لسه قاصر. بس مشكلة ان الولاد دلوقتي كبروا كده قبل الاوان، احنا زمان على ايامنا كانوا يقعدوا يحكوا لنا حواديت الشاطر حسن، سندريلا، كنا بننام نحلم بالعفريت. دلوقتي المسألة اختلفت، الولد بيبقى عنده 12 سنة وخلاص ماسك العالم في ايده، في انترنت. الولاد دلوقتي سابقين سنهم بكتير، ما تخافيش. ايوه بس الدنيا بقت بتتغير بشكل مخيف. بس خليكي فاكره انه انا اللي خليته يلعب كاراتيه، يعني هو بطل بسببي انا، يعني بالنص الميداليات انا وهو. انت فاكره انا كنت زعلانه قد ايه؟ بس طلع عندك حق، ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليكي انت كمان، يعني عايزه اخد رايك في حاجه. ايه رايك في دول؟ حلوين قوي قوي. بس انا اخترت ده. ده رقيق جدا، لو واضح انه اغلى واحد فيهم. بعشرين جنيه بس، يعني في 500 يبقى بعشر تلاف، واللي احنا نحتاج اكتر من 500. تحتاجيهم في ايه؟ احتاجهم ليه انا؟ مش عروسة؟
انتوا خلاص اتفقتوا؟ من غير ما نتفق، دي النهاية الطبيعية. مبروك. متشكر جدا جدا. على السلامة. متشكر قوي. على السلامة. مبروك. متشكر جدا. متشكرين جدا. ألف شكر. مبروك يا باشمهندس. شكرا. على السلامة يا حاج. الله يسلمك. متشكرين جدا. متشكرين قوي. صباح الخير يا هوانم. يا نهار اسود ومنيل انت. سلام قولا من رب رحيم. انت ازاي تكره وتخطي برجليك المكتب ده تاني؟ حيلك حيلك يا باشمهندسة. هي الاخبار ما وصلتكيش ولا ايه؟ اخبار ايه السودة دي؟ مدة وقف اللي المحكمة حكمت عليا بيها خلاص خلصت، ومن شوية مضيت اقرار استلام العمل في نفس الادارة ونفس المكتب وعلى نفس الكرسي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصل انت معرفتيش، سيد الشربيني لسه مقبوض عليه وبيحاكموه، اصل لقوا عليه بلاوي متلتلة، تزوير في محررات رسمية ومخالفات ياما، والست نعيمة المدير هي كمان محبوسة، اصلها معترفة بالرشوة. انا بقى لا اعترفت بحاجة ولا لقوا عليا حاجة في التسجيل اللي البشمهندسة عملته، كل الحكاية شوية مخالفات صغيرة، المحكمة وقفتني فيها شوية عن العمل ورجعوني تاني صاغ سليم. ولما يرجعوك يرجعوك هنا تاني في وشنا؟ لاني مظلوم، لا زورت ولا خدت رشوة، الحكاية كلها كانت شوية مخالفات صغيرة، وياما في الحبس مظاليم. بصراحة بقى انا مش مصدقة نفسي خالص. لا صدقي يا باشمهندس، ما انا قدامك اهو بشحمي ولحمي. لا صحتك جت على التحقيقات، ضربت. دخل الشربات يا عم عبدو. يا باشمهندس الشربات يا باشمهندس. رجع الشربات عامل ريجيم. قهوة سادة. هو ده اللي مخليكي قاعده معصبه من بدري؟ الله، اكيد المحكمه شافت انه ما يستحقش السجن وانه بريء. يا سيدي مش بريء. بص يا رياض، احنا شغلنا اصل احنا مش دكاتره، احنا طبيعه شغلنا عندنا ثغرات كتيره جدا، هو عارفها وحافظها كويس قوي، كل مره بيطلع منها زي الشعره من العجينه. طيب طيب ممكن تهدي. ايه رايك في الكارت ده؟ كارت ايه؟ مش فاهم. كارت فرح، باخد رايك فيه. شيك طبعا وجميل. طب كويس، ذوقنا طلع زي بعض، ما اختلفناش. ذوقنا طلع زي بعض. وصال انا مش فاهمك، انت ساعات بتتصرفي زي ما نكون. وصال انا لازم اتكلم معاكي بصراحه. طب وانا سامعاك. انا ما انكرش ان انا بتعلق بيكي كل يوم اكتر من اللي قبله، فعلا ما بقتش قادره استغنى عنك، حبك كل يوم بيزيد جوايا. طب ليه زعلان كده يعني؟ انت زعلان انك بتحبني؟ انا كنت بنام بعد ما اخلص شغلي زي القتيل، دلوقتي ما بقتش اعرف انام من كتر القلق والتفكير. على ايه ده كله؟ عامل في نفسك كده ليه؟ وصال ممكن افهم اخرة حبنا ده ايه؟ والله ده سؤال المفروض انت اللي تجاوب عليه مش انا. بصراحه انا شايف ان احنا لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ ايوه وصال، كل ما الوقت بيعدي بيبقى القرار اصعب، كل شويه بنتعلق ببعض وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. ارجوك يعني حاولي تحطي حد معايا للي بيحصل ده. وصال انت ساكته ليه؟ ما تتكلمي. ما انا بسمعك اهو. وصال ارجوك حاولي تفهميني بعقلك مش بقلبك. انا مش بتهرب منك او مش عايز اتجوزك، بالعكس، بس انا ما اقدرش اعيشك في المستوى اللي انت اتعودتي تعيشي فيه. انا ما اقدرش حتى اجيب لك شقه ان شاء الله اوضه وصاله في حي شعبي. ارجوك حاولي تفهميني، حاولي تساعديني ان انا اخد القرار ده. انا هساعدك فعلا، بس مش على انك تاخد القرار ده. معقولة يا طارق؟ من ساعة ما صحيت وانت قاعد على الكمبيوتر واحنا داخلين دلوقتي على نص الليل. معلش يا ماما، اصل خدت سيدي هامل واحد صاحبي وعليها جنس تحفة. بصي يا ماما العربية دي شايفاها؟ ثواني بس، بصي هنا في عربية تنزل. ايه؟ انت بتزهقش؟ في ايه يا ماما؟ انت اللي بتسألني انا في ايه؟ ده انت يا دوبك السنة اللي فاتت جايب 50% وما وراكش شغل غير قعدتك على الكمبيوتر. يا ماما مش انا لوحدي اللي بتعامل مع الكمبيوتر، الدنيا كلها بتتعامل مع الكمبيوتر، هو لغة العصر الحديث يا ماما. لكن مش بالشكل ده،
ده انت طول الوقت قاعد على الكمبيوتر، وطول ما انت قاعد قعدتك دي لا هتفكر في اكل ولا في شرب ولا في مذاكره ولا حتى هتفتح كتاب. يا ماما المنهج انا حافظه كويس ومذاكره، يعني ما تقلقيش من ناحيه الدراسه خالص. لا انت باباك لازم يشوف لك حل، الموضوع ده ما بقاش يتسكت عليه. ايه انا مش بقول لك كفايه كمبيوتر بقى؟ ما تسمعش الكلام ليه؟ ويلا خش نام، لانك كل يوم بتطلع عيني عشان تصحى لمدرستك الصبح من سهرك لوش الفجر. لو سمحتي يا ماما سيبيني على راحتي، انا مش جالي نوم. يوه نو. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. ايه مفيش يوم ترجع فيه بدري؟ كل يوم متأخر. وانا يعني قاعد بلعب؟ ما انت عارفة المدينة السياحية اللي انا ببنيها واخدة كل وقتي، وكل يوم مشاكل ووجع قلب، مرة مع المهندسين، مرة مع الموردين بتوع الاسمنت والحديد، ومرة واثنين وثلاثة وعشرة مع البنك عشان يصرفوا لنا القروض الجديدة. قرض تاني يا كمال؟ معقولة يا كمال؟ أنت واخد أكتر من 100 مليون جنيه قروض بضمان المدينة. طب أعمل إيه؟ البهوات اللي عاملين دراسة الجدوى والتكلفة ما كانوش مظبطين الحسابات كويس، وبعدين أنا ما كنتش قوي أوي في حكاية المقاولات دي، وكل يوم ألاقي التكلفة بتتضاعف عن اليوم اللي قبليه، فكان لازم طبعاً أرفع أسعار الشقق والفيلات. لكن ان شاء الله المكسب اللي هي يبقى كبير قوي ويعوض كل التعب ده. طب والتوكيل الالماني عملت ايه مع الشركه وهي كانت بتهددك ان هتدي توكيل لحد تاني عشان نسبه مبيعاتك لمنتجاتهم قلت للنص؟ يروحوا في 60 داهي، انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. معقوله يا كمال؟ انت اللي بتقول كده وانت عارف ان التوكيل ده قد ايه مهم. بقول لك ايه، انا مش ناقص وجع دماغ، وبعدين انت هتفهمي في الشغل احسن مني. انت مش ملاحظ ان طريقه كلامك معايا ده اذا كان يعني في وقت تتكلم معايا كلها بقت شخط ونطر؟ اصل صاحب العقل يميز. بقول لك تعبان ومش شايف قدامي، وانت فاتحه لي محضر وسين وجيم. انا مش ناقص بقى وجع الدماغ ده، انا تعبان وعايز ارتاح. في حاجه مهمه لازم اتكلم معاك فيها ضروري قوي قبل ما تنام. بعدين 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 امتى؟ انت كل يوم بتيجي مرهق وتعبان وقول بلاش اكلمه النهارده اكلمه بكره. ده انت حتى ما عندكش وقت تقولي تصبحي على خير. انت ايه ما بتفهميش؟ ما عندكيش نظر؟ بقولك تعبان ومش شايف قدامي، دي بقت عيشه تقرف وتزهق.